طبعا ميسان، من بداية الحلقة بنرجع بنقول بمناسبة الأعياد ميسان، وبين عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية دائما بيكون في تحضيرات وبيكون في زينة وبيكون في صحيح، أكلات طيبة. أهم شيء السفرة، السفرة السورية الحلوة أكيد والطيبة. أكيد، وكتير ستات بيوت كتير مزوقين بحبوا يهتموا يمكن بشكل السفرة وبنوع الضيافة، رغم أوقات ميسان ما بيكون فيها التكاليف الكبيرة، لكن بتشوفي الذوق كتير عالي وكتير حلو بشدك تعرفي شو فيه على طاولة السفرة. رح نعرف أكثر عن سفرة العيد وكيف فينا نزينها بطريقة لطيفة وحلوة، أكيد مع مصممة الأعمال اليدوية السيدة نورا حبش. صباح الخير نورا، ينعاد عليكي. صباح النور، يسعد ينعاد صباحك. عليكم وينعاد على كل الأصدقاء وكل المعارف، كل اللي عم بيشوفونا. يسعد صباحك نورا، وكل عام وانتي بخير. نورا، يعني يمكن دائما ست البيت بتهتم بالاكل وبتضل قاعده عم تركض لتعمل الاكلات وتجهزهم، تزين الاكلات، واخر شيء في تفاصيل بينسوها، وفي سيدات لا كثير بيكونوا دقيقين وكثير بيهتموا بالتفاصيل. حسب الوقت. أي تماما، حسب الوقت يلي هي تزيين السفره والشغلات يلي ممكن تنضاف الى جانب تقديم الطعام وطريقه تقديم الطعام. لاي حد لازم نهتم بهذا الموضوع لحتى يعمل شكل مميز على سفرتنا بالاعياد؟ هلا لاي حد، يعني حسب الامكانيات، الوقت واللي بيساعد واللي بيخفف عبء على الشغل. بسيطه يمكن. تمام. هلا هي طاوله السفره شبيهه، نحن كثقافتنا طاوله النص هي اللي اقرب لنا لاستضافه ضيوفنا، فرح نحكي على طاوله النص اللي هي شبيه لها، ممكن نعمل ديكور المركز تبع طاوله السفره. بكل الاحوال لانه عناصر طاوله السفرة كتير كتار بدهم حديث لحاله. أول تفصيل، أول تفصيل هو هاد اللي هو عمليا اسمه رانر، ماش طويل، هو شرشف طاولة عمليا، بس ما عاد يغطي كل الطاولة، يعني صرنا ناخد شيء هيك كتير قصير، يعني أو أنه يبين مثل اللي بيسموه رانر، اللي بيكون هو مفروض يكون بعرض الطاولة النص، بس أنا حطيته حيبين على الكاميرا، مفروض يكون بين. هلأ هو مدوكر خياطة ماش، الواحد ممكن يختاره بالقماش اللي مناسب للصالون. فعمل حاليا الرنر بيلحقه ممكن يكون المخدات، فنفس اللون فيها، هي ست البيت تقطع القماش وتخيطهم، اذا ما بتقدر فيها تعطيهم لحدا، المهم تاخذ الفكره، تقدر تنفذهم بكثير ذوق اللي هي بتحدده، مو اللي متوفر بالسوق، ومرات ما بيكون متوفر، يمكن هي بتحدده حسب كمان القدره الماليه، بما انه يمكن في غلا بنشوف كثير بالاسواق، فيها ست البيت بشغلات هي تعملها ببيتها هاند ميد، يعني احيانا عم تكون كثير مميزه. هلا انا رح نحكي على شيء يعني ممكن ما يكون متوفر وممكن نعمله، اللي هو صحن التقديم اللي هو طبقات. هلا هذا عباره عن خشب، بس ممكن يتوفر انه نقدر نحط صينيتين فوق بعض ونحط شيء يوقف بيناتهم. بكل الاحوال فينا نستخدم جات كبير يكون لونه مميز بيناسب مناسبتنا، يعني نحن بنحكي على الميلاد، ممكن يصير يخدم مناسبات تانية حسب الألوان اللي هي بتكون مطلوبة للمناسبة. فأنا هي اللي متوفرة عندي طابقين، رح نجرب نلاقي أشياء موجودة بالبيت نرتب عليها تخدم المناسبة. فبالبيت ممكن يكون موجود أكيد صحون اللي هي كمان مندور على الألوان، وإذا ما في ألوان كمان ما في مشكلة، فرح نحط هدول والقداح ممكن نلاقي شيء شبيه، انا مثقبتهم حمر. بما انه جو الميلاد يمكن كثير نستخدم هذا اللون. هلا بدنا نحط شيء اخضر، هلا عمليا ممكن نستخدم العروق القديمة من شجرة قديمة، أو نستعير عرق من الشجرة، يعني من وراء الشجرة فينا نحطه، نحشي المكان الفاضي اللي تحت. فمنحط كتير العرق الأخضر كتير مهم. هلأ منضيف شغلات لها علاقة بالميلاد، ممكن من زينة الشجرة نفسها نرد نحطها. الصحون هي مبدئيا للضيافة بعدين كل الاحوال، بس انا عم حط اللي ممكن يخدم المناسبه. قد ايه الالوان الحلوه، الذهبي مع الاحمر مع الاخضر، كلها حياه هي الالوان، وهي الوان الميلاد والوان الاعياد. تمام. هلا الشمع كثير مهم بهيك مناسبات، ففينا نحطه بالشكل اللي هي متوفر، يعني هلا هدول بسموهم تي كاندل،
للشاي مثلا فيهم يكون طويله الشمعه بنحطها برا، اكيد ما رح نشعلها وهي بهذا الوضع، ففينا نحط بس تكون موجوده على الطاوله لحتى تعطي شكل. فبتعمل هي شكل. نحن شو في عندنا كمان؟ يعني يمكن عندك شيء كمان، يعني هلا يمكن كثير ممكن يسالونا انه نحن عم نحط زينه، يعني هي صحن الضيافه هو للزينه مانو للتقديم، هو بيكون موجود بمنتصف الطاوله فقط زينه ليعطي شكل. هلا هو ديكور دائم تمام مزبوط، بمحيطها بيكون تقديم الطعام. اي هلا هو ضيافه اللي حنقول عليها، لانه مو طعام طعام ب السفره اللي هي بدها هي. نعم. فالضيافة اللي هي ممكن تضل مغلفة وتضل جاهزة للتقديم إذا حدا إجا، ويضل زينك دائما تكون ديكور مع الشجرة. نعم. مو بس هي. هلأ نورة هلأ فينا نقول إنه كله مصنوع هاند ميد أو في شيء ممكن نجيبه عمليا جاهز؟ لهلا نحن ما اشتغلنا هاند ميد، هلا هدول هن الهاند ميد، هن نجمات مخيطين خياطه يعني مبداهم كثير بسيط عليك اكيد بيلتقى بالبيت اكيد. فهي اللي عليه رسمه، انا ضفت كواز السنوبر اللي هن كثير فكرتهم كثير قريبه لشجره الميلاد، والسنوبر كمان عم نشوف انه عم يجيبون السيدات عم يبخون بالالوان اللي هن عم يحبوها. أنا ممكن ذهبي ممكن تمام فضي. انا برافو عليكي، هي بخختها فضي، هلا ممكن تنبخ ذهبي، ممكن تنبخ الالوان اللي هي صارت تدخل بطريقه غريبه على الشجره، فممكن الواحد يغير صحيح. حسب ديكور بيته. صحيح حسب الديكور. هلا في الاشياء الهاند ميد يعني ممكن نضيفها حتى هدول الدوائر يلي ماسكتيهم كلنا عم نشوف كثير سيدات اشتغلوهم هاند ميد، انه على ايدهم يلي بيخيطوا او يلي ممكن عم يعملوهم تريكو احيانا. تمام، فكرتهم الجديده انه هو خشب مانو قماش وهو مخرق بطريقه انه يطرز، فهي الفكره الجديده تبعهم هن مقدمه ضمن المشروع اللي عم بيشتغل فيه. فهي الفكره ضمن نفس الفكره موجودين ككوسترات للطاوله للكاسات، وبنفس الوقت هي مقدمه بشكل صندوق ممكن ينحط فيه حبات الشوكولا او الضيافه. حتى اشكال الصناديق قد ايه حلوه والوان. هلا انا اللي جمعته تمام سوري، انا اللي جمعته كله ايكون النجمه اللي هي يعني مناسبه كثير للميلاد. في نجمة خلينا نعرضها بس لنورجيهم كيف النجمة. هلا كيف تم شغلهم هدول والخياطتهم؟ هلا هذا مبدأ الايتامين فينا نحكي يعني حاكين عليه بلقاء قبل، بس خلينا اليوم بما انه عم نعرضهم نورجيهم اياه. هلا الايتامين هو قطبة اكس تكرر فهي بتطلع الرسمة، وبيكون القماش هو اللي متوفر ايتامين فهو مثقب مربعات، فدائما بنكرر القطبة الرسمات المفروض تكون عندنا فمشان هيك بتطلع يعني ننقل الرسمه بقطبه مكرره. ايضا معنا هدول حتى بالنسبه للمواد، شو هي المواد اللي ممكن السيده تستخدمها تكون هي مواد بسيطه؟ اليوم دائما بنقول نحن ما بدنا تكون صحيح. في تكاليف كثير كبيره والظروف اكيد صعبه، وبنفس الوقت ما بدنا نحرم من زينه الميلاد وزينه السفره. هلا اللي متوفر ممكن يكون ثياب مثلا الوانها حلوه خربت شوي، يعني اللي بتخدم ألوانها المناسبة، يعني بنقدر نخيطها أو بنقدر حسب هي الهواية، لأنه نحن بنرجع لنفس القصة أنه إذا ما في هواية أنه تقدر تنفذ هذا الشيء ففي صعوبة فيها، تعطي أفكار تاخذ أفكار، بس أنه إذا حابة تتعلم أكيد بتقدر تتعلم أكيد. واليوم على النت مثلا عم نشوف كثير في مصادر كثير للأفكار حتى من مواد أولية نحن ما بتخطر على بالنا أنه نحن ممكن نقدر نستخدمها عم نشوف ستات البيوت عم يستخدموها بطريقة كثير. أنا بدي أحط لكم العصفور العصفور هذا ما قماش، هو إيتامين كمان، فهو لونه أحمر وممكن ينحط على الشجرة بطريقة هي، هو طلب خاص مني كان، فهو لونه كتير حلو بس ينحط بين الغراض وضل معي. هاي عصفور تاني هاي عصفور تاني كتير حلو، هو عم يقع. حتى العلب قد ايه لذيذه مهضومه انه بنشوف نحن كمان حتى شكلها، رغم انه هي كرتون بسيط ما فيها شيء مثل ما بنقول، لكن انا عم تهتمي بالتفاصيل بشكل كثير. هلا انا عملتها خصوصي مشان الاولاد الصغار، لانه دائما الاولاد بس يجوا على البيت بدك تعطيهم شيء، فهي بس فكره انه كيف نحن نعمل نغلف شيء لولد. هدول بنجيبه من المكتبه او من اماكن كلف الخياطه، ريبون وكرتونه فاضيه عندنا لمج او كيس، يعني ممكن كيس الكرتون الورق تبع الموالح
نشتري كمية فاضية منلزق بهالطريقة، وانا عملته قابل للفتح، فبدنا نحط لهم شغلات طيبة للصغار لسه ما عبيته او هدية او اي شيء ممكن يلتهوا فيه يعني يحبوا خلال المناسبة، لانه بس يفوت اولاد على البيت لازم تعطيهم شيء هيك ينبسطوا فيه. يعني هي تفاصيل صغيرة فرح، بس بتضيف الفرح كمان لقلوب كل الناس اللي ممكن يدخلوا على بيتنا لحتى يعايدونا، تفاصيل كثير مميزة. يعني ميسان كمان بدقائق قليلة نحن مع بعض مع نورة قدرنا نعمل نموذج ممكن يكون من طاولة نقدر نحط الهدايا اللي نحن بنحبها واللي بتلفت نظر الأولاد والكبار وكل الأعمار. يعني فاليوم قد ايه بتشوفي أنت إنه الطاولة هي بتعكس أول شيء ذوق ست البيت، وثاني شيء بتعكس حالة الفرح والبهجة لما نحن بنختار هي الألوان الحلوة، ممكن نكتر شوي العرق الأخضر يمكن هذا الشيء كمان بيزيد من حلاوة الزينة. يعني مزبوط كل الكلام اللي قلتي، يعني بس هي دائما بنرجع بنقول انه لما تكون ست البيت مضغوطه بطريقه كثير يعني قاسيه على هالمتطلبات المجتمع اللي صارت، فيعني حلو بس انه تاخذ هيك استراحه، يمكن ما يكون لها مرأة بس ممكن تجمع اغراض من عندها وتروق شوي، بتلاقي انه هي بتنبسط بالزاويه او بالمكان اللي قاعدين فيه وبتغير شكل يعني كمان. اكيد. يعني نحن نتشكر وجودك معنا لليوم نورة ولهالنموذج المميز اللي قدمتي لنا اياه، نتمنى لك التوفيق يا ربي هذا الشغل، واكيد ان شاء الله تكون ستات البيوت اخذوا فكره كيف بيقدروا انهم يعملوا طاوله بمناسبه الاعياد. اكيد. شكرا لك مره ثانيه نورة، وينعاد عليك. ينعاد عليكم وينعاد على الكل اللي عم بيحضرونا. يعني نحن رح نضلنا باجواء الميلاد فرح، ولكن رح نروح لمحافظه حمص يلي كان فيها مهرجان خاص نظموه شباب بلده المزينه بمنطقه وادي النضاره، كرنفال نويل الخامس يلي قدموا من خلاله مهرجان صغير. خلونا نتعرف عليه مع زميلتنا شيرين العلي.